عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية داخل مقره في بغداد اجتماعه الأول، والذي أسفر عن عدة قرارات، منها الترحيب بقرار مجلس الوزراء والذي أكد على استقلالية اللجنة الأولمبية مع ضرورة الإسراع بتشريع قانون جديد، حيث أناط المكتب التنفيذي مهمة الناطق الإعلامي لنائب الرئيس الدكتور وهاب الطائي مع مناقشة منهاج الاتحادات الرياضية، والتي ألزمها المكتب التنفيذي بضرورة إجراء الانتخابات الجديدة للاتحادات الفرعية، كما تم إيقاف التعيينات داخل اللجنة الأولمبية مع إيقاف العمل الإداري والمالي لاتحادات غرب آسيا وللممثليات التابعة للجنة الأولمبية لحين إجراء الانتخابات، وتحديد موعد انتخابات اتحاد السكواش في 6 من شهر نيسان والتايكواندو في 4 من شهر آيار، وانتخابات اتحاد الطاولة في 27 من شهر آيار، مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط عمل المنسقين الإعلاميين ولجنة أخرى خاصة بمتابعة شكاوى الأندية، فيما ستقوم اللجنة الأولمبية بمقاضاة السيد سمير الموسوي في القضاء العراقي، وذلك لاستخدامه صفة الرئيس وقيامه برفع دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية بحسب كلام الأخيرة. ومع اتخاذ كل هذه القرارات يبقى العمل الذي ينتظر المكتب التنفيذي شاقا جدا، وذلك بعد القرارات الحكومية والتي أوقفت صرف الأموال وحددت من حركته بشكل كبير. اجتماع أول للجنة الأولمبية العراقية وقرارات عديدة اتخذها المكتب التنفيذي لرسم سياسة العمل القادمة، مع انتظار تشكيل اللجنة الثلاثية والتي سيستطيع من خلالها المكتب التنفيذي أن يصرف الأموال للمنتخبات الوطنية ولمختلف الاستحقاقات الخارجية. من داخل مقر اللجنة الأولمبية ببغداد، لله عب 12، زيد السراج.